أكثر كلام جرحك التو متذكر؟ رجع أنا ما ما معتها معتها مثلاً مثلاً نعطيك إكزامبل بسيط موش هو أكثر أيه. حاجة معناتها قالت لي أما مثال مثلاً ما قالته مرام بن عزيزة مثلاً مثلاً وجعني معناتها كان بيني وبين روحي معناتها نقول إنسانة كونت هذيك أنا معناتها عندي عليها فضل اللي هي ما كيما أنا ما نجمش ننسى فضل أساتذتي ناس اللي علموني ناس اللي جيتهم أنا ورقة بيضة وهما علموني كيفاش نطور مهنتي وكيفاش نولي ممثل وكيفاش نطور الإبداع متاعي ما نجمش نعتدي عليهم بطريقة أو بأخرى فهمت؟ فنهارة اللي سمعتها تحكي عليا في الراديو بالطريقة هذيك بدعم شوية من المنشط أنا ذاك يعطيه الصحة مشكور بهت قلت علاش معناتها شنو اللي عملته لها في نهاية الأمر فهمت؟ فكان ردي زاد أنا نجم يكون عنيف عنيف فسختها من الجينيريك أي فسختها من الجينيريك وردودك عنيف وتسب وتقول مصدقين تقول سريق أي نقول نقول ما تذكرش لو يجيك دور بطولة مع عادل إمام بشرط أنه البطلة تكون مريم بمامي تقبل؟ لا واو لدرجة هذي لا طبعا أنا كي نقف قدام ممثل هذه ما يفهموهاش الناس انا ندخل هذاك علاش ندخل في الكاستينج مثلا أي. حتى كي نبدا ممثل يقول القائل شو مدخلك انت ممثل في الكاستينج تجاوز حدودك تجاوز حدودي مش تجاوز حدودي حتى طرف انا كي نقف قدام ممثل نعطيه روحي نعطيه تاريخي نعطيه برشا حب حتى كي نبدا نعنف فيه احيانا معناتها معناتها انا عنفت شخصيات ولا نمثل مثلا ولا تعنفوا عليا شخصيات فما برشا حب فما برشا محبه فما برشا تعري معناتها التعري من نوع اخر فهمت في الروح في كذا فما تنجمش انسان هو عدو ليك ولا ما يقدرش معناتها صارت لي انا قبل مثلا ثم ممثله في مكتوب اثنين مش عندنا فيها شكون عملت معها جربت منها هزيت منها درت من غاديك وانا نمثل معها ومن بعد جيت وقتها لسامي قلت له سامي انا لي بلون تاعي صورهم لي وحدي ولا بالحق وصورتهم وحدي لي بلون وركبوا بعد ركبوا بعد في المونتاج وصوروها هي وحدها